قال لي والتلال قال لي والتلال قد لفها الصمت قال لي والتلال قد لفها الصمت كما لفنا الهوى ويميني ويميني تحيط عطفي والبدر مطل واللحظ في اللحظ كيف أحببتني كيف أحببتني كيف أحببتني وفسر ما قال وفسر ما قال وفسر ما قال بي كيف أحببتني كيف أحببتني وفسر ما قال بإيماء الهوى وذكاء وقف ترى لي مع شفايف كمي عاد بيني وبين الموت مع سلمى وقف ترى لي مع شفايف كمي عاد بيني وبين الموت مع سلمى قال لي ثامو لا تبين لي حسان لا لا تخلي كل عين ترى قال لي ثامو لا تبين لي حسان لا لا تخلي كل عين شفايف كمي عاد بيني وبين الموت مع سلمى في شفتك جمر حمر فيه وقاد أغليتنا لون الجمر من غلا في شفتك جمر حمر فيه وقاد أغليتنا لون الجمر من غلا وقف ترى لي شفايف كمي عاد بيني وبين الموت مع سلمى. الرابع
والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضلخ برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. سوق الجمعة في عجمان، العودة إلى الأصالة. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين رابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ورحب بمكالماتكم على 600551610، ورسائلكم نصي القصير لسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين اتصالات ودو 7009. انزين، هذا يقول قبل ساعة شفت فار عبارة عن فيل صغير من كثر ما هو رابع العز، مو بقادر يتخطى الشارع. غمضني، كنت ناوي وانا اوقف له عشان يتخطى وحليله، بس خفت حديد عمني. الله المستعان، حتى الفيران عايشة في عزف البلد. هذا اللي تبغى توصله. زين، يقول انا متقاعد وراتبي 10,000، جزء مني يروح للمحكمة نفقة وجزء للقرض، وانا اعرف ان هذه الاذاعة مش للطلبات، بس ما قدرت اتحمل لغاية اول الشهر وطرشت رسالة وتوكلت على الله، واتمنى تقرون رسالة، ابغي حد يساعدني بس بشيء بس يكفيني لغاية اول الشهر، ارجوكم. هذه رسالة قرينها يا طويل العمر، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يسخر لك حد يساعدك. ما حط طرش أكل اليوم للبرنامج؟ لا يا أخوي، يوم أنا داوم ما يطرشون أكل. زين، أسولف فيها أشياء سابعين، يعرفوني أنا ما أكل وايد. زين، السلام عليكم، نبغى نعرف شو المانع من أن يكون إقامة الصلاة، لحظة شوي، إقامة الصلاة والصلاة بالمايك الخارجي أو السماعة الخارجية في إمارة أبو ظبي. مشاغل الحياة والضغوطات تشغل الإنسان عن معرفة أوقات الصلاة، السماعات الخارجية موجودة تذكر الإنسان بوقت الصلاة. جزاكم الله خير، وانت بعد جزاك الله خير على هذه الرسالة يا طويل العمر. لكن عندنا مثل معروف والكل يتداوله، اللي مراده الصلاة ما تفوته. بعدين ليش نحن كنا مربوطين بالإقامة بالذات؟ ما هي من قبل الأذان خلاص مفروض الواحد يستعد للصلاة، يتجهز للصلاة. بعدين إمارة أبوظبي، هذا أنا أتكلم عن خلفيات، يعني أتكلم عن كلامهم، أتكلم عن شيء نحن نعرفه، مش من عندي الكلام هذا. اللي نعرفه أن تعرف أنتون تعرفون ما شاء الله أبوظبي مكتظة، يعني إمارة أبوظبي نسأل الله سبحانه وتعالى نديمها، يعني كعاصمة، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، جدا مكتظة بالسكان وفيها بنايات وفيها، ففي نوع من أنواع الإزعاج لبعض الأسر لبعض العائلات بسبب اختلاف نسبة الصوت أو قوة الصوت إن صح التعبير من مسجد لآخر، يعني في مطوع يطول على المايك زيادة، في كذا، فتحس أن الأذان في أذنك، ففي مرضى، في ناس، في أهال عندنا، في غيره، هذه اللي كانوا يتأذون، هذا كلامهم، ففي ناس كانت تتأذى. وهذا بعدين الأذان الحمد لله رب العالمين ما زال يصلح، وإن شاء الله بيكون كذلك حتى قيام الساعة. الأذان موجود، أرجع أقول لمراد الصلاة ما تفوته، فلا تتريى الإقامة. بعدين كل حد عارف من بعد الأذان مثلا ربع ساعة وعشرين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة اللي هي صلاة الفجر مثلا يقيمون الصلاة، فليش معنى إيش معنى أوقف عند الإقامة؟ يعني زين، قول الو. مرحبا. مرحبتين. هلا خيو. ما بيوب يعقوب، تفضل يا خيو. هلا خيو، انتو اتصلتوا في يعقوب؟ يعقوب شو اقول له؟ يتصلون فيه 8 مرات ما يرد عليهم؟ ليش يتصلون فيك احمد ما ترد عليهم 8 مرات؟ طبعا انت وياي على الخط. نحن وياك على الخط 8 مرات، نحن وياك على الخط. لا مو 8 مرات، تو الحين متصلين فيني مرتين دقوا لي، الحين تو الحين بندوا هاي المره الثانيه دقوا لي. زين احمد، انت تعرف بعد ان موضوع اللي هو موضوع الحريم ما يعطونهم سكن؟ قالوا بيحطونه باسم اخوي، وعقب قالوا لي بيحطونه باسم حكومه الشارقه لان اخوي مو معرس. طيب طيب طيب، الحين اني للواقع للمنطق، مفروض انا اوي والدتي ولا والدتي تاويني؟ انا اللي صح ولا لا؟ مفروض انا اللي اسكن عندها ولا هي اللي تسكن عندي؟
أنا اللي أسكن عندك. يعني يوم جزاه الله خير والله يطول بعمره، يعني نحن نعجز عن الحديث عن الشيخ سلطان. يعني يوم سوى القرار هذا إن الوحدة ما تأخذ بيت بروحه عشان عيالها يؤونها، عشان يعني ويعطون، وفي عنده أوامر سامية بأن دائما الأسر تلتم ويلتم شملها، ودائما يكون حذال بعض، وكذلك في مكارم من عنده بأن يبنون بيوت صغيرة أو مأوى أو مأوى خلنا نقول صغير حق الأم هذه داخل بيت الأبناء، أو ملحق عفوا حق الأم هذه داخل بيت الأبناء. طيب هذا يا أخي هذا كله أنت تناسيته وتناسيت كل شيء، بس المهم فكرت في موضوع نحن 35 شخص ساكنين في بيت واحد وما عطوها، والبيت آيل للسقوط وغيره. طيب يا أخي أنتوا 35 واحد، كم أخو كم أخت أنتوا عفوا على الكلمة؟ يعني إحنا كم أخو كم أخو يشتغل وعنده وظيفة وعنده غيره؟ إحنا اثنين نشتغل، بس اثنين ثلاثة. طيب انتوا الثلاثة ما شاء الله عليكم مش قادرين تبنون ملحق حق الأم هذه عشان تقونها؟ ما في مشكلة، الحين انت تتكلم على هو بس شيء. انت ما شفت البيت ابو يوسف؟ ما يحتاج اشوفه يا طويل العمر، انا اشوف الوضع اللي انت فيه. انت الحين انت عفوا طلعت على الملأ تتكلم وتنتقد، تنتقد المسؤول وتنتقد هذا وتقول والله اللي عنده واسطة ولا عنده كذا، وفي ملايين ما عنده ملايين يصيحون يشتكون. اعطني فرصة خلني اتكلم. قول. انا ما انتقد حد. انت ما انتقدت؟ لا، انا اقول لك اللي حاصل معي. انا امر لي الشيخ زين، ولكن ما شفت اي شيء يا اخي. الشيخ نرجع نقول للمره المليار، الشيخ يامر، الشيخ ما يرد حد، الشيخ ما يرفض طلب، ولكن الشيخ يا اخي يقول لك على حسب اللوائح والتنظيمات اللي موجوده. الشيخ مش معناته انا يا اخي عندي 10 اراضي زين، عندي 10 بيوت اتمنى ان شاء الله. انا ما عندي شيء. انا اقول لك مثلا الحين، انا يا اخي مثلا اقول لك، اعطيك مثال، اعطيك مثال على توقيع الشيخ. يوم كل حد يقول لي والله الشيخ امر لي، الشيخ امر لي. طيب صرت عند الشيخ قلت لي يا طويل العمر وقعنا، ما عندي انا كذا، الشيخ ما بيقول لي لا ما بوقع لك، يقول لي يوقع لي ويقول لي سر البرنامج وسر الاراضي. طيب الاراضي تشوف، تعال يا اخي انت عندك 10 بيوت، انت اي لسه ضاربهم اقول لهم الشيخ وقع لي؟ خلاص كلامك على عيني. نرجع للحالة اللي انت تتكلم عنها اللي هي والدتك. طيب في قانون يقول لك انا ما اقدر اعطي الحرمة بروحها بيت، الشيخ امر لك. امي مش بروحها، امي وياها اخوي الصغير وعندي اختين مطلقات معها. شوف ارجع وانا قلت لك انت قاعد تشعب الموضوع الحين، وانا ما ابغى اشعب فيه. طيب انا ما ابغى اشعب حبيبي، المطلقات هذه اللي مش مفروض ريايلهم يتكفلون فيهم؟ مش مفروض كل وحده كذا تقدم طلب مستقل؟ انا عندي اوكي مع اخوي الصغير، خل اخواتي، اخوي الصغير، اخوي الاصغر واحد لا معرس ولا شيء، هو يا امي اعطوهم. انا ما قلت لك انا ما يخصني علي قطع المكالمه، انا علي طفر وهو يتابع يعني، ويتصلون فيه والله كل شوي يتصلون فيه مال البرنامج ويعطونا تفاصيل، وفي تفاصيل يمكن نحن ما نقدر نتكلم فيها، فأعتذر من الأخ أحمد، جزاك الله خير. سر الشروط اللي مطبقة عليك راح تطبق على غيرك، إذا تستحق ثق تماما أنه ما بيقصرون إياك، ما تستحق. نعم، ما هذا اللي نحن نقوله، شو اللي نقوله؟ يعني لا تشحفون يا جماعة، أنت من حقك كل شيء، من حقك مدام الدولة عطتك أنت يا أخي، من حقك حتى تتكلم، من حقك يا أخي، ما حد منعك، هذا منبر حر وإعلامنا حر، اتكلم قول اللي تبغاه يا اخي، بدون اساءة، بدون تجريح، بدون اهانة، بدون تقليل وتقزيم وتهميش ادوار مؤسسات ومشاريع ومسؤولين معينين. يا جماعة الخير هذا اللي نحن نقوله، لا اكثر ولا اقل. لا يعقل يا اخي مؤسسة او منظومة، ارجع اقول لها الاف الانجازات والمنجزات يا اخي، مو بالاف، مئات يا اخي، اي على شكوى واحد انا ما اعطوني، انا ما سووا، الدنيا كلها مش مرتاحة، هذا ظلم في الدنيا. كيف يعني ظلم في الدنيا؟ انت الحين مواطن إماراتي تقول أنت مظلوم في الدنيا؟ يا الله، العراقي شي يقول واللي مستوي في العراق، السوري شي يقول واللي مستوي في سوريا، المصري شي يقول واللي استوى في مصر، يوم أنت إماراتي تقول هذا ظلم في الدنيا؟ استغفر الله العلي العظيم. طيب تبون الواحد ما ينقهر يا جماعة الخير؟ لا، تعرف شو اللي صاير؟ انا بقول لك شو اللي صاير، ما واعتذر عن هالكلام، لكن الحين عرفت شو يعني. جزاه الله خير، جزاه الله خير، جزاه الله خير، والله يطول بعمره ان شاء الله ويعافيه ويبارك له ان شاء الله في صحته وفي ماله. يعني الشيخ سلطان جزاه الله خير كم من مره تدخل في الاذاعات يامر باوامر تكون مباشره، فشو استوى؟ الناس كلها تبى تتصل وتطلب بطريقه على طول مباشره، والشيخ ما بيقصر بيعطينا. طيب الشيخ على عيني وعلى راسي ويعطي جزاه الله خير، بس نحن
يعني اتذكر هاي الاخت اللي اتصلت هاك اليوم جتني رسائل تعليق عليها يعني قال يعني بالدموع بالصياح يعني كل شيء بيستوي يعني كنا بنصيح يوم اللي كذا فشوي يعني والله مساتي كلموني عن الشيخ سلطان جزاه الله خير صار مفتتح مجالس الضواحي هذه والله يكلمني ريال يقول لي يا عقب ما خلص الافتتاح وهذا قال ها منو عنده طلبات تخيل ها وهو يا افتتاح ما يخصه قالوا يا طويل العمر نحن ما جايبين طلباتنا قال خلاص سيروا هاتوا لهم اوراق ووزعوا عليهم والله كلام ريال كان موجود يقول لي وزعوا عليهم وزعوا الاوراق يقول لك في نفس الوقت وبدوا يكتبون طلباتهم ويجلس يوقع لهم ويت الساعة واحدة ما ادري واحدة ونص توقيت الصلاة قالوا طويل العمر بس نصلي قال لا اصبر خلني اخلص وخلص الناس كلها وعقب صار يصلي طيب يا اخي انت الحين قدامك شخص تسمع عنه هالكلام انا والله العظيم لا احد يقول لي انت تتجامل وتحصل ماذا والله ما حصلت منه شيء ولا اتريى من حد شيء اقسم بالله العظيم لكن يا اخي شوي الواحد يقدر الناس طيب انا اشوف انسان يخدم بهالطريقه يعني شويه مراعاه الله المستعان انزين السلام عليكم معلش عندي رساله خاصه بقراها ومن باب الأمانة من باب الأمانة الإعلامية أخوي أبو عبد الله الشرجاوي جزاك الله خير وفي ميزان حسناتك ومشكور وما قصرت وتسلم يا أخوي على هذه النصيحة الطيبة وعلى هذا التوجيه وأنا آسف جدا 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 واعتذر على الملأ وعلى الهوى وأمام الجميع على الخطأ اللي بدر مني أسبوع اللي طاف عفوا يوم الخميس أني قلت عن عمر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه ضعيف في الخطابة عندما يعتلي المنابر أنا آسف جدا 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 واعتذر واستغفر الله وأتوب إليه أن أنا قلت هذه الكلمة لكن لم أقصد بها تقليل من شأن صحابي جليل مبشر بالجنة وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بناته ثنتين صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو عندي بنت ثالثة كان زوجت إياها أنا أبدا لم أقصد بتقليل من شأن أحد ولا الإساءة لا قدر الله حشا لله حشا 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 يعني نحن ما نسوى حتى مداسم ولا تراب اللي يدوسون عليه حتى ولكن ظهرت أو خرجت مني هذه الكلمة يمكن بدون قصد يمكن في صياغة الحوار أو غيره وجزاك الله خير وفي ميزان حسناتكم مشكور عفوا على الرسالة اللي بعث لي إياها وطبعا أنا رسالة من صفحتين طبعا ما أقدر أقراها كلها لكن بقرأ جزء منها اللي هو ختم الرسالة فيها واسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها عنده من الانتصار للحق والذب عن أهله وأن يكتب لها القبول والرضا وأن يوفق الأستاذ يعقوب يوسف العوضي من قبولها ويشرح صدره لها وتكون سببا لرجوعه عن هذا اللفظ الذي يظن أو نظن إن شاء الله بأنه لا يقصده وإنما هو سبق لسان منه يعني غلط ولكن لا بد من البيان عما قاله حتى يحذر من سمعه أو يحذر من سمعه منه ويقول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الآية فلا بد عليه من البيان والتوضيح والله أعلم وأنا بينت ووضحت جزاك الله خير يا أبو عبد الله الشرجاوي وبمثلكم نحن نقوم ونصحح نصح التعبير فجزاك الله خير ومشكور وأنا آسف أكرر غلطي أكرر اعتذاري عن غلطي وعما بدر مني بدون قصد أرجع أقول ولم أقصد الإساءة لا قدر الله طبعا هو كاتب هنا مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بقرا جزء باللي اقدر عليه اللي هو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقفت على كلام الاستاذ يعقوب العوضي كذا كذا الاول نذكر من هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ومن الذي قدمه للاسلام والمسلمين هو الخليفه الراشد ذو النورين عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن عبد الشمس طبعا ذاكر الأموي ذاكر نسبه يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس من جهة أبيه أبوه عفان توفي في الجاهلية وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة أم أروى هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت أم عثمان وهاجرت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تزل بالمدينة حتى ماتت في خلافة ابنها وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه من السابقين في الإسلام ومن صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين وقد قام بنفسه وماله في واجب النصرة ثم جهز جيش العسرة 950 بعيرا 50 فرسا كما اشترى بئر روما
ب20,000 وتصدق بها وجعل دلوه فيها لدلاء المسلمين، كما ابتاع توسعة المسجد النبوي ب25 درهما وهو الذي جمع المصحف وجعلها على لغة قريش، أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل الفاروق الأمر شورى بينهم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما ماتت زوجه أختها أم كلثوم، فلما ماتت تأسف على مصاهرته فقال: لو كان عندي ثالثة زوجتها إياه. وكان من أبرز أخلاقه رضي الله عنه وأشدها تمكنا من نفسه خلق الحياء، لذا أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحياء الواسع العميم، فقال: أشد أمتي حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كما كان أواها أوابا تقيا نقيا طاهرا عفيفا دائما الصلة بالله موصول القلب مولاه عظيم الوفاء لماضيه الذي ما عرف غير الطهر والعفاف والصفاء والنقاء، فكان يقول: ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام، وقد فتح الله للمسلمين فتوحا كثيرة في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، منها الإسكندرية وسابور وأفريقية وقبرص واصطخر وفارس الأولى وخوف وفارس الآخر وطبرستان وكرمان وسجستان ثم الأساورة في البحر ثم ساحل الأردن، وانبسطت الأموال في زمنه حتى بيعت الجارية بوزنها ونخل ب1,000 درهم وفرس ب100,000 ومناقبه كثيرة وعدد جم يكثر إراده ويطول تعداده ولا نستطيع حصرها لكثرتها. جزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام اللي قلته في ميزان حسناتك يا أبو عبد الله الشرجاوي، وجزاك الله خير على التصحيح ونقدك هذا البناء التصحيحي الإصلاحي على عيني وعلى راسي من فوق يا طويل العمر، في ميزان حسناتك إن شاء الله والسموح منك. زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم بحاجة لتمويل علاجي لتركيب أسنان، الوضع صعب جدا، يرجى الاتصال على الرقم كذا كذا كذا. والله يا أخي إذا في حد إن شاء الله بنتواصل وياك. نهني إخوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا في فرق بين أحمد وفرق بين الدوائر الحكومية الثانية، ما فهمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صراحة طبعا في فرق بين أحمد وفرق بين الدوائر الحكومية الثانية، والله ما فهمت رسالتك. ممكن طلب الإسكان الطارئ باسم أمه مش باسمه هو، جزاكم الله خيرا. ما في طلب، نرجع نقول ما في طلب لأن في أوامر، يمكن وضحت في المكالمة الثانية، أتمنى الصورة تكون واضحة. زين، صرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دبي حاطين مال السيكوريتي في الاستقبال ومعلوماته كلها غلط. أكيد بتكون غلط شغلت السيكوريتي، كيف يعني؟ بس العتب على الوزارة، يمكن في اجتماع، يمكن في شيء، يمكن ما حد موجود هذاك اليوم، يمكن عندهم ورشة عمل، يمكن ما أدري والله. نلتمس منهم، نلتمس لهم العذر، نحسن الظن. ورسالتك وصلت بعد. نشوف التعليم العالي الريال راجع ويقول إنه حصل مال سيكوريتي ويعطي الناس معلومات غلط. فرجاني يا إخوان في التعليم العالي، على الأقل إذا أنتم مش موجودين لظرف ما، ما حد يعرف شو ظروفكم، حطوا واحد يأخذ أرقام وأسماء الأشخاص اللي يوني راجعون علشان عقب أنتم تتواصلون وياهم تعطونهم المعلومات اللي هم يبونهم. يعني الواحد متعني وياي ما تعرف من وين جاي، من أي إمارة جاي، المسافة اللي قاط عنها، مش معقول يستقبلني آخر شيء موظف السكيورتي اللي هو تابع لشركة خاصة أصلا، مش تابع لنفس الجهة، ويعطيني معلومات خاطئة. إنزين، بصراحة استمتعنا بالصيف هذا الشتاء، ها 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 أبو محمد حلوة هذه. إنزين، استمتعنا بالصيف في هذا الشتاء، إن شاء الله في أمطار الخير يا إن شاء الله أبو محمد، تأمل خير إن شاء الله في هذا الشهر يقولون إن شاء الله. إنزين، نبغى مكتبة عامة في عمان، ما فيها مكتبة عامة إلا اللي في وزارة الثقافة وهم ما عندهم كتب إلا معدودة، نبي مثل مكتبات دبي وظبي والشارجة. الشارجة وصولك المكتبة لين عندك 50 كتاب، بعدين ما في مسافة يعني بين الشارجة وعمان. ثاني شيء غريب، يعني أنا يمكن مريت على كذا مكتبة ثقافية في مختلف إمارات الدولة ما حصلت فيها العدد الموجود على فكرة، يعني تحلق تكت تكت
تحسب تكلفة البناء وتكلفة تعيين موظفين وتكلفة الكهرباء اللي تخسرها أكثر بكثير من الفائدة المرجوة منها. الحين سؤال، في كتاب أنت تدوره أو معلومة أنت تبحث عنها ما لا يمكن تحصل عليها عن طريق الإنترنت؟ هذا سؤال يطرح نفسه. فهل نحن نادر، لكن سؤال يعني، والمكتبات موجودة يعني ما أدري. تبغى تنوم مغناطيسي منو أخوي؟ دور تنويم مغناطيسي. ها شوف شوف الرسم هذا، راسمين على الطال التنويم المغناطيسي على طول ذكرتها في جريدة الرؤية الإخوان راسمين. سمسار عقار ماسك كلافته، طبعا لابس بدله وكذا وشكله ما أدري عجيب بخري. ماسك كلافته مكتوب عليها خصم 50%، وقدامه حفرة طبعا، وماسك الساعة هذه اللي يحركها. طبعا كنا نشوفها في رسوم تحركها وبعض الأفلام، الساعة اللي يحركها ينوم الشخص مغناطيسي. يقصون علينا يا ريال. ففي المهم واحد لابس غترة وعقال، طبعا ما ادري شو يقصدون فيه، المواطن او الخليجة وما ادري شو، متخدر يعني منوم مغناطيسيين ويتخيل او يرسم، او الغيمة هذه اللي طالع مراسه فيها بيت طبعا، فمحطي في مخيلته بيت ويمشي باتجاه هذه الحفرة. ومنو اللي جارنا للحفرة هذه؟ طبعا السمسار هذا اللي هو يوهم المستثمر او صاحب الحاجة حتى، واللي يبغي يشتري البيت، بانه راح يحصل على منزل بخصم 50%. فيدبسونك في شو استوى وائل دارس في الهند. شو دارس في الهند؟ دارس تنويم مغناطيسي. زي شو دخل الكمبيوتر في وانت وش معنى يعني تتحرى الهند فيها منومين مغناطيسيين مثلا؟ أنا استضفت ناس متخصصين في علم النفس، وعارف أعرف ناس متخصصين في علم النفس. هو في نوع من أنواع التنويم ويستخدمونه قلة من الأطباء أو الدكاترة. طبعا في طبيب، في دكتور نفسي ومتخصصين أو استشارين في علم النفس، ولكن مش بالطريقة اللي هم يتكلمون عنها، مش بندول وشي تمسكه ويتحرك وهذا ويدخلك في حالة. لا 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 لا، في طريقة معينة يدخلونك، وفي طريق بعد يسمون في علاج اللي يسمونه، بخبرك تحت الهواء عشان ما يقولوا لي ما يمسكونها علي. زين نبي مكتبة عن زين. أول شيء علق لي على الرسالة هذه، هذه هي، قول لي شو سالفة الرسالة هذه. زين 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 زين، خلاص خلاص وصلت. ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. اوف، وين الكريدت كارت مالي؟ اخر مره، اسفه والله اخر مره. لا يكون رحت تو اكس ال مره ثانيه. ما قدرت امسك، عمري عروضهم قويه. ما لومك. تو اكس ال تقدم تشكيلات رائعه من الاثاث وباسعار غايه في الكرم. تفضل بزياره اي من معارضنا، ابو ظبي مارينا مول، دبي اب تاون مردف، شارع الوصل ومركز الغرير، الشارقه بجانب ميجا مول، واستمتع بالعديد من العروض الترويجيه المذهله وتنزيلات تصل الى 70% مع تو اكس ال، ما بتمل. للمعلومات 800 تو اكس ال. تلذذ بأشهى المأكولات في المطاعم المحلية المشاركة بفعالية كانتين الشاطئ على كايت بيتش من 26 وحتى 28 فبراير. مهرجان دبي للمأكولات، اكتشف مذاقك المفضل. dubaifoodfestival.com. إذا كان للطعم المصري عنوان فهو مطعم محاشي ومشاوي الزود، الطعم الأصيل للمأكولات العربية. تذوقوا أطباق المحاشي بأنواعها الرائعة وأشهى الأطباق من المشاوي على طريقتنا الخاصة، وأيضا أطباق الحمام المحشي وأطباق الممبار وأطباق المندي والكبسة السعودية. تخصصنا فأبدعنا. الشارقة، اليرموك، قرب العمل والعمال. 06-55-86-22-6 050-90-20-415. وكالة مطار الشارقة لسفريات ساتا، وجهة واحدة لجميع احتياجات السفر. الآن احصل على تأشيرة لمدة 30 يوما أو 90 يوما للعائلة والأصدقاء مع موافقات سريعة ودون الحاجة إلى شهادة الراتب. للمزيد من المعلومات اتصلوا على ساتا الشارقة 06-516-4444، دبي 04-25-99788، أبوظبي 02-677-2111، أو زوروا www.satatravels.com.
الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. سوق الجمعة في عجمان، العودة إلى الأصالة. بالله العظيم أن نكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومطيعا جميع الأوامر الذي تصدر إلي من رسائي. الله أعلم كل شيء. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ونرحب بمكالماتكم على 600551610، ورسائلكم نص القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين طمع الصلاة ودو. انزين سهيل علي سهيل بن زهران، سهيل مبروك عليك التخرج طبعا، وهذه تهنئة خاصة واصلتنك طبعا من خواتك شيخة وهند وحصة وميثة وفاطمة بنات علي سهيل بن زهران، بس الرسالة واصلتني أنا مقطوعة طبعا. يهنون أخوهم يهنون أخوهم سهيل علي بالمناسبة تخرجهم من أكاديمية ممكن الرسالة، رسالة يأتيني مقطوعة، مساكين طرشينا 3 مرات وهذا، فعشان كذا نوصل لك الرسالة ومبروك يا سهيل. انت عطني المسبح هذا، انا عايبني مش اللي عنك. زين ليش مزاج الناس كلها يكون رايق يوم الخميس؟ الله يطول بعمر ابو محمد، خير عم الجميع وما يقصر حفظ الله في حله وترحاله ابو خالد. جزاك الله خير يا ابو خالد، اللهم امين. هذا الرجل الفاضل دكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، جزاه الله خير. السلام عليكم. زراعة شجرة الداماس ممنوعة في دبي ولا مو ممنوعة؟ علي يقول لي في عمان ممنوعة، ما في دبي ما أدري، فالك طيب. أنا أعرف أن في توعية كانت، بس ما أدري في منع ولا لا، خلنا نتأكد. فالك طيب. 800-900 طويل العمر، اتصل على 800-900 وممكن تستفسر منهم، بيجاوبونك على اي استفسار يخص البلديات طبعا او في دبي. 800-900 بلدية دبي. عزيزي السائق، يوم تنزل من الجسر تدوس بريك ليش؟ يعني تخاف تشوح عليك السيارة مثلا؟ الله يهديك، جزاك الله خير يا ابو محمد. ابو محمد السائق المثالي دوم يطرش نكت على قيادة المركبات. بيوسف لا تنسى الوعد. اي وعد يا اخوي؟ يمكن هذا الريال هو رقم اللي طلب مني أكلمة تحت الهواء قبل شوي. إن شاء الله فاق طيب يا أخو، بتواصل وياك. أشكركم وأشكر إذاعة الرابعة وطاقم العمل، أخوكم محمد حسن شاهين. تحياتي لك يا أبو حمد، يا أبو حمد مشكور على التواصل يا محمد شاهين. يقول صباح الخير، أشكركم وأشكر الرابعة والناس. رسالة وصلتني مرتين والناس، توني أنا من رأس خيمة. ما رسالتك مش واضحة يا أبو حمد. أبو حمد صاحب شاهين للاستشارات الهندسية، جزاه الله خير، دائما يتواصل يعني. أمس كنت متواعد وياه أخلف الوعد، طبعا مش بسببه، بسبب المقاول، جزاه الله خير. أبو حمد يقدم خدمات مجانية ترى للاستشارات الهندسية، اللي يحب يستشيره في مواضيع البناء وهذا، جزاه الله خير. أنا ودي أسوي حلقة وياه نتكلم عن تلاعب بعض المقاولين والاستشاريين كذلك، ولكن حاولوا تتواصلون على 050-436-08 050-436-08. لا يجوز، لا يجوز.
كل إمارة لها مكاتبة الخاصة فيها. فمع الأسف هو مسكين يقول لي يتصلون فيني وايدين، يتصلون فينا من دبي من الشارجة يقولون والله نبغي نسوي، الأسعار أرخص شوية والأمور تختلف، تكاليف البناء تختلف، تكاليف تشغيلية تختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرجى الاتصال بخصوص ملاحظات على المصارف الإسلامية، علما بأننا تواصلنا مع المصرف المركزي دون جدوى. عارف العبار أبو محمد، تحياتي لك، صباح الخير والنور والسرور يا طويل العمر. والله المصرف المركزي يا طويل العمر، أول شيء نحل المصارف أو البنوك ما نقدر نتعامل أو نتكلم عنهم، هذا أول شيء أبو محمد. وثاني شيء ما عندنا سيطرة والسلطة على المصرف المركزي، يعني ما في تجاوب. والله ما يقصرونهم ساعات في بعض الأمور، يعني في عندنا واحد اسمه فارس بريش في المصرف المركزي في إمارة رأس الخيمة، جزاه الله خير، ريال خلوق وطيب وما يقصر، لكن ما في دي شيء مسكين. يعني هالأسئلة محتاجة إجابات، محتاجة حد، محتاجة إجراءات في بعض الأحيان. فهم قايمين بدور يعني من جوانب ثانية، يعني من ناحية تقييد القروض والشروط على البنوك والمصارف وهذه، هي ما يعطون سلفيات مثل قبل إلا في تحايل تلاعب من البنك. الخصومات مثلا قبل كانوا يخصمون 70-80-90% من راتبك، ما عندهم مشكلة. الحين نزلوا قرار من المصرف المركزي بأن الخصم ما يكون أكثر عن 50%. قبل كانوا يعطون أي واحد، توك أنت مشتغل عمرك 18-19 سنة رشوك بمليون ما في مشكلة. الحين لا، لازم تكون متعدي السن القانونية، ولازم تكون في شروط معينة، ولازم على حسب مضاعفات بالنسبة للراتب. فأنا قلت هالكلام وما زلت أقوله، أن إذا عامل المواطن كما يعامل الوافد في البنوك، نحن راح نقضي على مشكلة الديون عند المواطنين إذا تعاملوا مثل ما يتعاملون مع الوافد. خسر. ترى أقول لك هم يستغلون هالجانب في الواحد. انزين، انني قد ألفت. يقول أنني قد ألفت كتاب في أسباب نزول القرآن، وأريد أن أقدمه هدية إلى سيدي الدكتور سلطان القاسمي، أرجو الاتصال. توكل الديوان يا طويل العمر، حاول تتواصل مع الديوان وتتواصل يوم هناك وتتركم الكتاب، إن شاء الله هم بيتواصلون ياك. مسألة مش صعبة يعني. مبروك فوز المدريدي أمس، مبروك لكل المدريدية، وهارد لك لكل شو يمنو لاعب المدريد ولا أنا، وهارد لك للبادين. الله يرحم والديك. الحمد لله رب العالمين. خلنا أخي 21 فوق الصفر نحن بخير، ولا 21 تحت الصفر. زي صباح الخير، تحياتي للأوي طبعا من أمريكا، جزاه الله خير دائما. يعني شوفوا ما شاء الله نحن واصلين لأمريكا، حتى عندنا مستمعين في أمريكا، وعندنا مستمعين يرفعون علم الإمارات في أمريكا ويتابعونا من أمريكا، فتحياتي للأوي. وفي الشرطة بعد، مو بأي مكان، مش مستثمر ولا غيره، لا يداوم في الشرطة، يشتغل في الشرطة. ثلج. صدق يا أخي، هذه كيف يقضون حاجاتهم، كيف يسيرون، كيف يطلعون، كيف يوم. ترى الحر أرحم من البرد معروف يعني. الله المستعان، الله يعينهم. الله يعينك يا لؤي، شو لابس أنت، شو مسوي في عمرك يعني؟ قلت ليش ما بلابس كرافتة وبدلة رسمية و... كارفينك كراف نزارة. صباح الخير. زين، صباح الخير، يقول أخوكم زيكو، أبغى أتكلم عن السرعة، أرجوكم اتصلوا فيني. إن شاء الله يا زيكو، فوالك طيب، إذا في مجال بنتصل فيك. السلام عليكم، لو سمحت بخصوص جدول امتحانات المنازل، امتى الامتحانات؟ تواصل إياهم علي أو هم تواصلوا وياك؟ هم اتصلوا، الله حقهم اتصلوا وتواصلوا وقالوا إن شاء الله نحن ما بناسين الجماعة، ولكن في صدد ترتيبات معينة ومحطينهم ببالنا، ونبغي ندور شيء أو وقت يناسبهم ويريحهم كذلك. وعلي نبه عليهم بخصوص أنكم أنتوا هذه الموظفين، فلا يجوز أنكم تخبرون قبلهم فترة بسيطة، لأن الجهات العمل يمكن ما توافق أو كذا. قالوا لا، نحن راح نعطيهم حتى مهلة أنهم يقدمون فيها إجازاتهم، والمسألة راح تكون واضحة. هذا رد من وزارة التربية والتعليم. فأنا قلت يعني أكيد ما راح يحم، هذا ديدنهم يعني. كل سنة عندنا نحن طلبة يدرسون في 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 يدرسون منازل، في عندنا ناس تتخرج، ناس تكمل دراسات عليا كذلك. فلذلك لا يمل، عطني إياه. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيوسف، كيف الحال؟ هلا والله يا اخوي، اسمح لي. تفضل يا طويل العمر. الله عليك اسعدك. طيب وياك راشد؟ راشد من وين يا اخوي راشد؟ من راس الخيمه. تفضل يا طويل العمر. يا مرحبا بك. عندي بس ملاحظه بخصوص مستشفى صقر براس الخيمه. مستشفى صقر؟ تفضل يا طويل العمر. قبل 3 ايام كنت انا اهل مدينة صغيرون هناك، فعدتهم دكتور، فالمعاملة اللي كان يعاملهم يعني مش زينة. فلما الدكتور بس يقول لي يعني ما يفحصوا صغير ولا شيء، بس كتب لها اكسجين، قال يلا سيري داخل، لازم يفحص لها ولازم هذا. المهم انا رمست ضابط الاداري بالليل، قالوا والله هذا الدكتور جديد جايبين من السعودية وجديد. انزين هذا الدكتور جديد ومحطاي للأطفال، وشو يعني الحين يعني سعودي هو؟ لا لا مش سعودي، سوداني ما أدري شو سالفته. المهم يعني ما تعرف جنسيته بس جايبينه من السعودية. هي جايبينه من السعودية. طيب معناته مشتغل في السعودية، كيف جديد؟ والله يعني عنده خبرة مفروض. عنده خبرة. لا بعد المشكلة محطاي للأطفال. كان في واحد ياهل هناك بعد بالع شيء ما أدري شو بالع. وبعد اسمع الابو بعد يتطارف معه، والله لا احملك المسؤوليه اذا سال لولدي شيء. يا اخي هاي شو سالفتكم يعني؟ احنا لا نقدر يعني لو نوصل نتكلم معاهم ولا شيء، يقولون والله خلاص ان شاء الله يصير خير ومرد لكم خبر. الحين انا مشتكي متى؟ انا من الضابط الاداري هناك كلمته بالليل، قال له والله فارق طيب وواجد ملاحظات جايتني عن هذا الدكتور. زي يوم جايت لكم وايد ملاحظات عن هذا الدكتور، ليش تحطونه؟ حتى بعد امس محطاي بالليل بعد، ناس يعني رايحين من الاهل ومشتكين له بعد. اخي ما اشتكي انا، اي من ابو ظبي اطلع من هناك الساعه 2 بالليل اساس اي اودي بنتي المستشفى، ادور لي مستشفى ثاني. انا اوكي مو مشكله، انا يمكن عندي امكانيه اسير مستشفى راك او بسير اي مستشفى خاص. في ناس ما عندهم امكانيه يا ابو يوسف يسولون مكان يعني مثل تقول مستشفى راك ولا اي مستشفى. مستشفى خليفه يعني. اخوي الحين مبروك عليكم. الله يبارك فيك. مو مشكله مستشفى خليفه يعني يا ابو يعقوب، الحين افرض هذا واحد من الرمس ولا من شعم جايب بنتين او جايب طفل او جايب شيء، واحنا مو مشكله الكبار نتحمل، مو ما في اي مشكله، بس الاطفال والله حرام يحطون هذا الدكتور للاطفال وهو ما يعرف لهم شيء. انت متى يعني مقدم الشكوى اخوي راشد؟ أنا من 3 أيام قدم الشكوى الساعة 2 بالليل عند واحد اسمه الضابط الإداري. أنا عندي شكوى عندهم، تعرف متى مقدمها؟ إيه من 3 أيام أقول لك. لا 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 أنا أقول لك عندي شكوى عندهم في مستشفى صقر، تعرف متى مقدمها؟ إيه. كم تتوقع؟ حط كم؟ أكثر فترة ممكن تتخيلها. أنا أقول لك سنة سنتين. لا 3 سنوات ونص. إنزين شو الحل يا أبو يوسف؟ شو والله الحل عند الوزارة، الحل عند المنطقة. وجزاهم الله خير، امسات بعد ما المجلس الوطني الاتحادي يو وعقدوا ندوه، وعلى فكره في عتب على الناس، يعني انا استغرب يعني جزاهم الله خير هذيل الجماعه اعضاء المجلس الوطني الاتحادي يو. طبعا عندهم لجنه كانت متخصصه بالشؤون الطبيه والصحيه، يشوفون ويراقبون الخدمات الصحيه المقدمه على مستوى الدوله وعلى مستوى كل اماره على حده، ويرفعون فيها توصيات لمجلس الوزراء عشان الوزارة تتخذ فيها إجراء، وزارة الصحة تتخذ فيها إجراء، يشوفون شو النقصات اللي موجودة، شو الخلل الموجود، شو الخطأ اللي موجود. تتوقع كم كان عدد الحضور يا أخوي راشد؟ والله ما أدري كم كان عدد الحضور. عدد الحضور يا طويل العمر كان صفر. صفر، رغم أن الإعلان تم والناس كلها عارفة، ولكن ما في حضور. فالسؤال يطرح نفسه هنا، طيب جزاهم الله خير هذه الأعضاء المجلس الوطني جايين يسمعون مشاكلكم، جايين يسمعون مشاكلنا، جايين يسمعون شو الخلل اللي عندنا، جايين يسمعون هذا، بس نطلع للإذاعات ونتكلم؟ يعني لازم نتكلم في الإذاعة يعني عشان تعرفوا